اول كافيه 100% فام. بالنسبه للفكره جات مدام اكرام هذه يعني نقولوا صافي لونطون كان ديجا كانت تقصد عدله وكانت متخوفه بزاف فكره كيفاش غطيح تطوان كافيه 100% فام هذه حسن واحد النهار قلنا اوكي مرحبا غادي نعدلوا هذه الفكره واللي ليها ليها المهم والحمد لله لقينا واحد اقبال كبير يعني في هذه الفكره ويعني ولقينا يعني كاين بعض الرجال ما كيبغوش النساء ديالهم يمشيو لكافي كتقول له مثلا انا ماشيه مع صاحبتي لكافي كيقول لي علاش دابا ملي كتقول له انا ماشيه لكافي كيكون مرتاح اليز مع راسك كيقول صافي كاينين غير النساء يعني الحمد لله لقينا واحد الاقبال كبير يعني بهذه الفكره يعني في اوروبا في الدول العربيه يعني الحمد لله لقينا طبعا بعض الهجوم ولكن لقينا التحفيز اكثر من الهجوم يعني الحمد لله الهجوم كيقول لك عنصريه على السيباريتي ونساو مع الرجال كل واحد يعني فهمتي ولكن حنا بغينا واحد الفضاء خاص بالنساء غزاله بزاف 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 دايوغ فاش شفتها اول مره في انستغرام كان شهوتي غير فوقاش نجي حيت سورتو بوغ لي انستغراموز اولا المؤثرات بلاصه زوينه بزاف الصور وسورتو فاش عرفت لو ميساج اللي باغيني صيفطو من خلال هاد لا ديكوراسيون كامله هي انهم اون كولابوراسيون مع اون اسوسياسيون على السرطان دونك فريمون لي دي زوينه بزاف وما كرهتش كاع الناس يتعاونوا مع هاد لاسوسياسيون ويجيو لهاد لو كافي لا فيغيتي ارتحيت انا واحد الانسانه اللي بعدت على لي كافي سنين هادي جو بريفير لي زوتيل علاش حيت كيكونوا بلوز انتيم وهنا لا فيغيتي ما كرهتش فحال هاد الكافي يكون عندنا في الدار البيضاء حيت زوين بزاف ما كاينش الكارو سي امبورطون والناس نقيين وكو دي فام ما كاين لا شي شوفه في شكل لا لا ديرونجمون سورتو لو ديرونجمون فاش كنكونوا جالسين فشي مقهى ولا شي حاجه كتحس بالناس كيبقاو يشوفوا فيك سورتو الا كانوا رجال وهذا دونك هنا على خاطرنا بيناتنا عيالات بيان سور قيت مع مراحتي الخدمه مع نساء ماشي مع الرجال يعني شي حاجه مبدله بزاف كتجبر بزاف ديال يعني الانواع ديال الناس اللي كتبارطاجي معاهم بزاف الحاجات منين ماشي غير في السيرفيس يعني الناس كتجي هنايا باش كتاخذ راحتها كتجبر داكشي اللي بغات هنايا يعني ماشي غير باش تجي تاكل وتمشي بالعكس يعني كتجيني هنا باش تجبر الراحه ديالها اللي بغات هي سبق لي خدمتي في قهوه وي بيان سور كاين هنا كتجبر واحد الراحه ديالك يعني شحال نقول لك يعني ما كتجبرش شي واحد كيشوف من هنا ولا من هنا بالعكس يعني كتجبر واحد الحريه التامه في المطعم خلط لا طبعا كيكون واحد لا ديفيرونس كبيره بزاف الحقنيه طبعا حسن اصلا كترتاح كتحس بواحد المطعم اللي جيتي محمود غترتاح فيه ما كاينش شي رجال غير نسا مع بعضياتنا يعني واحد الحاجه مزيونه عملت واحد الاكرام عملت واحد الحاجه مزيونه فين المطعم اللي حنا غنرتاحوا فيه غنقدروا نجلسوا حنا مرتاحين بزاف الحاجات